هذه الأكشاك الخشبية تضم مجموعة من الكتب والمراجع والموسوعات الثقافية في شارع أصبح يأتيه كل محبي المعرفة الراغبين في اقتناء الكتب والموسوعات. فبعد أن عانى بائعو الكتب من عدم وجود أماكن تسمح لهم بعرض الكتب بشكل يسمح للمارة رؤيتها، أصبح شارع الفراهيد للثقافة والكتاب نزهة ثقافية تضم أكشاك الكتب الخشبية. بالنسبة لإضافة البنى التحتية لهذا الشارع أكيد أضاف إضافة جميلة، وخصوصا يعني هذا الشارع ما انولد هكذا، أكيد انولد من رحم المعاناة ومن رحم المناشدات ومن الحقيقة المؤسسين لهذا الشارع الحقيقة والمثقفين ورواد هذا الشارع. تم تطوير الشارع بجهود ذاتية ومتطوعين والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. طبعا شارع الفراهيد ثقافة الكتاب هذا المكان الذي يدخل الآن في عامه الثامن، تأسس سنة 2015 بجهود شبابية خالصة، تضافر عليه مجموعة من الشباب والمفكرين داخل البصرة من خلال اجتماع موسع أقيم في أحد الساحات على إنشاء شارع ثقافي على غرار شارع المتنبي في بغداد. وعانى الشارع كثيرا من الإهمال، وكان الباعة يضطرون للسير لمسافات طويلة كي يتمكنوا من عرض كتبهم، ولم يكن أمامهم سوى الأرصفة. عملوا على تزويد الشارع بمجموعة من الأكشاك عدد 14 كشك، بالإضافة إلى ملتقى ثقافي، وأيضا تأثيث الشارع ببعض التفاصيل المتعلقة بالإنارة بالطاقة الشمسية، المصاطب، الكراسي. يوفر الشارع ليس فقط الأكشاك، ولكن أيضا مساحات لقراءة الشعر أو إقامة الفعاليات الثقافية.